السلام عليكم، أهلا فيكم في فيديو جديد. طبعا اليوم راح أتكلم معكم عن النسخة التجريبية الثانية اللي هي 13.3.1، النسخة التجريبية الثانية مثل ما قلت لكم. حجم النسخة نزلت عندي 256.5 ميجا بايت. أنا كنت على النسخة الأولى على الآيفون 11 برو ماكس، فعلى حسب جهازك وعلى حسب البيت اللي تنزل عندك. فلو بنشوف البداية عن البلوت نمبر، عندي 17D5026C، الحين صارت عندي لو نخش الإعدادات عام حاول نشوف عندنا 17D5044A، فيعتبر راح نقربنا النسخة النهائية لأن قربنا للA. لو بنشوف المودم فرموير تغير، كان عندنا 1.0401، الحين 1.0405. بالنسبة لي أنا ما شفت أي مشاكل عندي في النسخة الأولى، لكن أبغى غيرتها، ما أدري إن شاء الله يكون ممتازة. مثل ما تشوف عندنا الحين الأبراج عندي فل، الشبكة ممتازة بالنسبة لي ما فيها شيء. فلو بتكلم الحين لكم عن التعديلات اللي سوتها أبل، طبعا مثل ما نعرف إن هنا إذا كنت في 13.3 هذا الميزات فيها، الرقم الثالث اللي هو الواحد الحين نزل ما فيه تحسينات. فالنسخة الأولى نزل تحسينات انك في الرسائل، انك مثلا لو شخص عنده مقفل على الكوميونيكيشن عندك هنا مثل حق الاهل، انك واحد تاخذ جهاز ولدك مثلا وتقفل عليه هنا لحق الارقام، انك ما يقدر مثلا يسولف مع واحد اكثر من ساعة او ساعتين على حسب اللي تحط الوقت. ففي النسخة التجريبية الاولى يقدر انك تتفادى ذي الشيء، فالطفل يقدر يتفادى ذي الشيء، لكن عدوا الحين بالنسبة لنا. لكن النسخة التجريبية الاولى برضو طلعت فيها مشاكل، اذا كنت اكلم واحد في ستايم يطلع صدى. فالنسخة التجريبية الثانية الحين الحمد لله عدلوها، شيكت عليها ممتازة ما فيها شيء. أكثر أشخاص أكلمهم أنا في النسخة الأولى كل يقول عندك صدى، لازم أستخدم الإيربودز عشان تكنسل أو أن أحط الجهاز بدون سبيكر. فالحمد لله الحين تعدلت تقريبا، هذه كل التعديلات، ما في أي شيء ثاني، ما في يعني أي تعديل أو ما في ميزة يعني جاية. فلو نفتح مثلا جيك بنش عندنا، سويت أنا جيك بنش، فلو نخش هنا نشوف حق السي بي يو، اللي يعرف انه في ديسمبر 17 نزلت النسخة التجريبية الأولى وعطانا تقريبا 28 يوم على ما نزلت النسخة التجريبية الثانية اللي توها نازلة، لأنه عياد نعرف انه إجازة فما راح ينزلوا النسخ يعني. فلو نشوف السنجل كور كان في النسخة التجريبية الأولى 13.29، الحين 13.30، فيعتبر ما في فرق. في المالتي كور عندنا 35.75، الحين 35.30، ف برضو يعتبر ما في فرق، حتى لو دروب كم نسبة ما في يعني ذاك الشيء القوي، ما راح تلاحظ أي شيء. نشوف هنا لحق الرسوميات، فلو بنشوف كان عندنا 68.33، الحين 30.97، ففي نزول قوي. لكن هل بنشوف فرق؟ نشوف البداية إنك أنا مسوي الجيك بنش بعد ما سويت النسخة، لكن بعد يومين ثلاثة أيام لو بسوي مرة ثانية تشوفون يكون في فرق أكبر. فلو بنشوف أنتوتو برضو، ونفتح الانتوت ونشوف الارقام اللي طلعت عندي، انتظر دي بس اعلان عندي هنا. طيب هذا الحين الارقام اللي طلعت عندي الجديدة، ف 49. نشوف في القديم كان عندي 53، فالنسخة التجريبية الاولى كانت اقوى، فاللي بيصور الشاشة يصور الشاشة في النسخة التجريبية الثانية، وهذه النسخة التجريبية الاولى، فهذا الفرق. بس تقريبا ما في اي شيء قوي. لو بنشوف مثل لو بينزل رسمي، نشوف الاسبوع الجاي يمكن ينزلوا نسخه تجريبيه ثانيه، فنهايه الشهر يمكن تنزل النسخه. كنت اول اقول لكم ان نهايه الشهر راح تنزل 13.4، لكن الان ما ادري شلون تغيرت الاخبار ويمكن ما تنزل 13.4، لكن نشوف الاسبوع الجاي ايش بيسوي. لو نتكلم عن البطاريه، توني منزل النسخه اللي الحين تقريبا 4 ساعات أو 5 ساعات، فما راح اعرف على البطاريه شيء قوي، لكن الاسبوع الجاي اذا ما نزلت اي نسخه راح اعمل لكم ريفيو حق 13.3.1 ونشوف الميزات لحق النسخة التجريبية الثانية، اللي نشوف بعد أسبوع استخدامي شو المشاكل اللي واجهتني يعني. بس هذا الفيديو، ففي نهاية الفيديو تنسون اشتراك في القناة ونشر المقطع وعمل لايك المقطع، تعليقاتكم تحت تهمني، ولا تنسون من فضل دعاكم. السلام عليكم.